الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، خاصة لاحظنا مهاجر 6 هي موجودة من الطائرات المسيرة في العراق، الكثير من النوعيات الطائرات الإيرانية اليوم موجودة في العراق. هل هذا القرار ممكن أن يلعب ضغوطا على الحكومة العراقية، ممكن أن يجبرها للتصرف في الفترة القادمة؟ هل تعتقد سيكون مفيدا من هذه الناحية على الأقل؟ أنا أراه يدعون هذه يد أمريكية ممدودة، وبهذه الحالة جمهورية ديمقراطية تقول للحكومة العراقية، أي حكومة عراقية، بفراغ بعد الفراغ، بتوافق أو بنوع من الإجبار والتنازلات السياسية، هذه أدوات قانونية بيد الحكومة العراقية للتعامل مع ظاهرة الوكلاء الإيرانيين في العراق ولو اكتسبوا أسماء عراقية. لأن ما يجري للأسف، تم تحويل العراق ليس إلى ساحة مواجهات فقط، وإنما ساحة تجريب أسلحة إيرانية. هي تجرب هذه المنتجات دائما على الأرض العراقية، ومثلا تتفادى أراضي أكثر حساسية مع ما تقول أنه عدوها الأول هو إسرائيل. لا تجرب هذا النوعية من الأسلحة لا في جنوب لبنان ولا في غزة، تجربها فقط في العراق واليمن. وهذا السؤال الكبير، لماذا تصر طهران على استباحة الأرض العراقية بالرغم من وجود زخم غير مسبوق أعتقد عراقيا وأمريكيا لتغيير هذا الملف وإغلاقه بشكل نهائي، على الأقل بدءا من الدرونز والصواريخ البالستية؟ الواضح بأن هذا القرار سيمرر في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن السؤال الأهم، هل تعتقد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم هذا القرار بفاعلية إذا ما فشلت المفاوضات النووية، أو حتى إذا نجحت في ظل مطالبات إسرائيلية كثيرة بضبط مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية؟ هو سيستخدمه بابتسامته المعروفة، وقد اطلعنا قبل نحو ساعتين على آخر خطاباته فيما يتعلق بطلب المساعدات من الكونغرس لمزيد من الدعم لأوكرانيا. وصلت العقوبات على روسيا حوالي 7 أو 8 آلاف عقوبة حتى الآن، فهو يريد أن يقول أيضا لإيران وللصين بشكل أو بآخر، أنا لدي المزيد من العقوبات، أستطيع تفعيل هذه القوانين متى شئت كرئيس لديه السلطة التنفيذية، وكل الأمور تصب في النهاية عند الرئيس بالبيت الأبيض. لأن نعلم جميعا أن الرؤساء الأمريكيين دائما جمهوريين أو ديمقراطيين يقوم الجهاز الدفاعي ممثلا بالبنتاغون دائما بتقديم كل الخيارات. إن أراد التصعيد الرئيس لديه خيارات عسكرية، وإن أراد الاكتفاء بعقوبات اقتصادية ومجرد تمرير رسائل من خلال هذه العقوبات أيضا متاح. فالمسألة تعود مرة أخرى إلى بايدن، وهو ما زال ينتظر على ما أعتقد قبول طهران لما تم عرضه في بيان.